السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أول طلة. طبعا قبل ما أبدأ حلقتي النهاردة عاوزة أعتذر عن عدم بس حلقة الأسبوع الماضي بسبب ظروف، وبشكر كل الناس اللي سألوا علينا وحسوا بغيابنا، بشكركم جدا، وبعتذر لكل الناس اللي بعتوا لنا رسائل على البيج بتاع البرنامج واحنا ما قدرناش نرد عليهم. انتوا كمان وجودكم ودعمكم لينا بيفرق معانا كتير، شكرا لكم جدا. تعالوا بقى نبدا حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده معانا فيها مواهب متعدده ومختلفه. معانا تعالوا نبدا حلقتنا النهارده مع مس ندى واطفال موهوبين من عالم سمسم الكل بيرسم. اهلا بك يا مس ندى واطفالك الحلوين، نورتوني وشرفتوني، سعيده بوجودكم معايا النهارده. احنا اكتر بجد، ربنا يخليك يا حبيبتي. في البدايه عاوزاكي تعرفي الساده المشاهدين على مس ندى. انا ندى عماد دياب، عندي 23 سنه، متخرجه من كليتي بقالها سنتين، من محافظه منوف. اهلا بحضرتك، نورتينا وشرفتينا. الله يخليكي، تسلمي، منورنا مواهب عالم سمسم، منورنا ومشرفينا. يعني اسمعنا اسم عالم سمسم ليه، مش اسم تاني؟ عالم سمسم هو بدأ من زمان قوي، من 6 سنين بالظبط، وانا في اولى كلية بالظبط بدأت اشتغل على الموضوع ده. بقيت حبيت ان انا بروح كل مكان الاقي فيه اطفال بينجذبوا ليا، وانا من زمان وانا بحب الرسم جدا، فالاتنين مع بعضهم حبيت ان انا من زمان ان انا يعني افتح زي مكان سنتر خاص بعالم سمسم وكده. خلاص بدات ان انا مثلا من 6 سنين بالظبط في اولى كليه جه اللي انا عايزه افتح مكان، عرضت على جروب عندنا، يا جماعه لو انا مثلا هفتح مكان وفي ثقافه رسم وكده ايه النظام. فالصراحه كلهم رحبوا جدا بالموضوع، لان من زمان ما كانش في ثقافه رسم خالص، فانا كنت خايفه من الموضوع ده ان اصلا ابنه يودي او ولي امر يودي بنته او ابنه المكان رسم ما كانش فيه خالص. فبدا الموضوع معايا ينجح، فادى ضجه جدا من 6 سنين، وبقى الحمد لله عالم سمسم بقى لي اسمه في مدينه منوف عندنا. حبيت بقى انا عايزه اسمي الاسم ايه، قلت مثلا عالم الاطفال، جت من هنا قلت خلاص اسميه مثلا عالم سمسم، طبعا معروف من زمان كل الاطفال بتحبه، فقلت خلاص يبقى نسميه عالم سمسم، وبان هو حاجه للرسم عالم سمسم الكل بيرسم. وانت ناويه تفتحي حاجه لعالم سمسم قريب تبقى خاصه ب؟ طبعا في خبر هنا، هيكون هنا اكسكلوسيف ان شاء الله عندكم، خبر خاص كده للقناه، هنفتح ان شاء الله على الصيف الجاي سنتر خاص بعالم سمسم الكل بيرسم. المفروض كنا بنعمله من السنه اللي فاتت، بس طبعا عشان الكورونا جت وكده فوقفت كل حاجه فعلا. فاللي هو ما وقفنا يعني الفتره اللي فاتت. طب طبعا الشغل مع الاطفال بالنسبه لك ممتع ولا مرهق ليكي، بتتعبي معاهم؟ لا خالص، بالعكس، هو اكيد بيكون مرهق، بس بالنسبه لي انا كندا يبقى مرهق يعني 1% 2%، لان انا اصلا حابه المجال ده من صغري وبحب الاطفال، وكمان ان احنا اصلا بنقعد مع بعضهم، انا ما بكونش المس بتاعتهم خالص، بكون اللي هو اختهم صاحبتهم في المكان، فانا بحبهم جدا. فهو مش مرهق خالص يعني بالنسبه لي، اللي هو ان احنا اصلا بنغير مود الحصه، اللي هو مثلا نخلص السيشن بتاعنا ممكن نلعب. بحب ان انا مثلا اخرجهم لو في السيشن بتاعنا مرتين في الاسبوع، يبقى مره كده ومره بطلعهم رحلات. مره اجرنا جاردن واجرنا باص ورحنا هناك حجزنا مكان وقعدنا فيه وقعدنا نلعب وبعيد عن الرسم خالص. فهو بالنسبه لي مش مرهق خالص، انا كندا يعني انا حابه كده وعندي صبر وطوله بال قوي يعني. اول مره اتعامل مع حد يعني بيتعامل مع الاطفال ويقول لي ان الشغل مع الاطفال او التعامل مع الاطفال غير مرهق. فعلا يعني هو بالنسبه لي مش مرهق خالص. طيب ايه الرسومات، تعرفينا على الرسومات، واول رسمه بداتي ترسميها كنت يعني اول رسمه رسمتيها كانت عامله ازاي؟ عندي انا من 6 سنين وقبل انا بحب جدا الرسم، فكان بالنسبه لي انا ارسم برصاص واعمل بورتريهات الوان ميه، بدات فيها بالظبط مثلا من 8 سنين. بدات عندي في الكورس عندي في الاطفال، اللي ميزني اكتر في المجال ده ان انا كنت بعلم الاطفال بالحروف ازاي يرسموا رسمه، يعني مثلا بالوان نرسم مركب، بالتو نرسم بطه كده. فبدا المجال عندي ده اللي ميزني من 6 سنين بالمجال ده. بدات معاهم نرسم الحاجات دي، هم 32 رسمه لازم عندي كده يعني حاجه كده، لازم هم يخلصوا 32 رسمه يرسموها. بعد ما نخلص ال 32 رسمه نبدا نخش في الوان زيت، الوان ميه، الوان باستل، بعدين نجدد. يعني هنا مثلا اشتغلنا في دي على هنا الوان ميه اسمها اكليريك او جواش، بنرسم الرسمه العنصر بتاعنا ونبدا من بعدها نعمل خلفيه. في هنا مثلا
برضو هنا زي حاجة اسمها الظل والنور كده، بتترسم بكلها ألوان، هنا بحر وكده. تمام. هنا برضو بورتريه. ايه طيب، يعني الرسمة او البورتريه بياخد منك وقت قد ايه؟ هو الصراحة انا كمان حابة الحاجة دي، فهي ممكن مبتاخدش مني غير يعني 3 ساعات بكتير، ويمكن اقل كمان. لكن احنا اكتر مستعدين او ماشيين في الدور معانا قوي في عالم سمسم الرسم ده، كلنا بقينا حابين اكتر الرسومات دي والرسمة اللي هي وريها لهم كده يا نوران. ايوه، الرسومات دي اللي شغالين عليها اكتر، وفي الفترة الجاية بقى ان شاء الله جذع الشجرة نبدأ نرسم عليه رسومات، مثلا زي دي وريها لهم يا نادين. دي عملنا حاجة الأول طلة. ميرسي، جميلة جدا، تسلم ايدك. الله يخليك. طب يا ترى مس ندى حبيبتكم في الرسم اكتر بالتعامل مع بتعاملها معاكم اكيد، لان اكيد لانها طيبة جدا يعني، وما بتتعاملش معانا زي المس او حاجة، لا هي بتتعامل معانا كأنها صاحبتنا، وبتفضل معانا لحد ما نبقى متميزين في الرسم. تمام، شكرا. طيب بتعرفي توصل لهم المعلومة بسهولة ولا صعب عليك ان انت يعني توصلي المعلومة ليهم؟ لا، هو انا الصراحة بدأ الموضوع معايا ان انا اعلمه بخطوات جدا، امشي بخطوات، فبمشي معاهم الخطوة بخطوة بخطوة، الاقي طفل مثلا وقع معايا في حتة، لا اعيد تاني ما عنديش مشكلة، لحد ما الاقيهم خلاص بيرسموا الرسمة كلهم لوحده. طب ايه افضل سن ممكن الطفل يبدأ يتعلم فيه الرسم، او عشان يبقى ينمي موهبته صح، يبقى افضل سن ليه يبدأ من امتى مثلا؟ هو انا ببدأ عندي في الكورس عندي من 5 سنين، لاني بحس ان الطفل بيبدأ اللي هو يمسك القلم ويبدأ يتعلم ويرسم الرسمة صح وكده من 5 سنين. في بيجي لي مثلا، جالي من اسبوع بالظبط جالي طفل عنده 4 سنين، فده بالنسبة لي اللي هو لسه صغير جدا، فجالي ان هو موهوب وحابب وعايز اللي هو يرسم الرسمة دي، وفرحان ان هو عايز يخش يتعلم الرسم. فطبعا هنا ما بقولش لا خالص، لا بشوف ايده مرة واثنين وثلاثة، لقيته تمام بدخله معايا في السيشن، فابدأ من 5 سنين. يعني هم بيكونوا مش مرهقين لانهم بيكونوا حابين، فالصراحة انا بستمتع معاهم جدا. ايه طيب دور زوجك بقى في الموضوع ده ايه؟ لا بالعكس، هو الصراحة مشجع جدا جدا، كنت خايفة اصلا من الفكرة دي جدا، ان هو بعد ما اتجوز بقى هسيب عالم سمسم واسيب الحاجات دي، لا خالص بالعكس، هو مشجعني جدا بعد بابا وماما واخواتي اكيد، فهو مشجعني جدا الحمد لله، هو اللي كمان قال لي اطلعي في اول طلة. كويس جدا. الحمد نادر لله. لما بنلاقي عنصر كده. طبعا. موضوع نادر يعني. أيوة. طيب تعالوا نروح نشوف دلوقتي فيديو لبعض رسومات مس ندى ونرجع معاكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا رسومات الفنانة مس ندى
وطبعا رسوماتها مميزة وتخطف العيون بالألوان بتاعتها. شكرا يا مسندة على ان انت فكرت تعملي حاجة شكل كده للأطفال وبتنمي مواهبهم. طب عاوز اسألك، انت بتحاولي تنمي موهبة الرسم بس عندهم، ولا بتحاولي تنمي لهم مواهب تانية، تساعدهم ان هم ينموا مواهب تانية برضو عندهم؟ فعلا احنا عندنا مثلا عدت فترة كده، كان ممكن تاني سنة من عالم سمسم، حبيت ان انا مثلا اطلعهم من مود الرسم شوية، اشوف مثلا كل واحد عنده موهبة ايه، بيحب ايه. فعملت اجرت زي قاعة كده، وبعدين كانت فيها بقى ختام ليهم زي شهادات تقدير وكده، وبعدين اشوف كل واحد عنده موهبة ايه. لقيت اللي عنده موهبة تمثيل، عنده واحد بيقرأ قرآن صورته حلو جدا، في واحد بيحب يمثل، بقيت اعمل لهم مسرحيات وكده. فكانت الصراحة اليوم كان حلو جدا يعني. كويس جدا انت بتحاولي برضو تساعديهم يعني غيرك. لو حد غيرك يعني مش هيبقى هدفه ان هو ينمي لهم مواهب تانية، لا هيبقى هدفه ان هو حاجته بس اللي هي فاهماني موهبته. أيوة. بس يلا تلغى على كل حاجه. لا بالعكس، انا بحب فيهم كده جدا ان هم يجددوا من المواهب اللي عندهم ويعددوا فيها. حتى عملت لهم معرض مره كده برسوماتهم، ان هو يبيعوها مثلا باقل سعر. كويس. كتنميه ليهم لبعدين، يحبوا ان هم مثلا يحطوها في محلات تتباع او كده. حاجه كويس. طيب اخبارك ايه مع مس ندى، وصلت لحد فين معاها؟ اول حاجه انا بدات ارسم على الطبلوهات بالالوان الاكريليك وميه وجواش، وبعدين عرضتها في محلات بره كاستثمار يعني. تمام. الخطوات بقى، الخطوات بدات ان انا ارسم اول حاجه يعني بالرصاص والونه بالوان ميه او اكريليك. تمام. وبس وبتدهنيها في الاخر، بعدين في الاخر ورنيش عشان تديها طبقه لمعه. كويس جدا. بتمنى ربنا يوفقكم جميعا في القادم، وتبقوا معانا تاني، وتكون في تطور في رسوماتكم وفي ابداعاتكم اكتر من كده. طيب عاوزاكي انت تقولي لي بقى مس ندى، المايك حاضر. مس ندى بتحاول توصل لك المعلومه بسهوله ولا بتتعب معاكي في توصيل المعلومه؟ بتعرف توصلي المعلومة بسهولة، لدرجة اللي احنا بقينا بنتكلم من غير ما تتكلم. ده اللي انا قصدي عليه. انا كنت محضرة سؤال لمس ندى، اللي هو انت بدأتي دلوقتي معاهم لمرحلة ان هم ممكن يفهموكي من غير ما تتكلمي اصلا. فعلا ده يعني مثلا ارسم الرسمة خلاص هم عارفين الاسس بتاعتها اللي بعدها ايه. عندهم مثلا التلوين، وانا ماشيهم بثلاث حاجات، ممنوع نطلع بره الخط، نمشي في اتجاه واحد، ما نسيبش نقطه بيضه. فهم حفظوا الخطوات فيرسموا الرسمه خلاص، انا ما ببصش ورايا بقى خلاص. هم حتى لما يجي اطفال جديده هم بقى اللي بيقولوا لهم مس ندى بتحب ايه وتكره ايه. بس فهم حافظين معايا الحمد لله. كويس. طب عاوزه كل الساده المشاهدين يدخلوا دلوقتي يشتركوا في بيج عالم سمسم الكل بيرسم، وعشان نشجع البراعم المستقبل ان هم يوصلوا لحلمهم ويحققوا اهدافهم. طب وقبل ما اختم فقرتي مع مس ندى وعالم سمسم الكل بيرسم، عاوزاكي توجهي رساله لكل ام عندها طفل موهوب. طبعا يعني تبدا معاه من هو صغير جدا، تجيب له مثلا اسكتشات اللي تبقى مثلا مرسومه ومتلونه والتانيه مش متلونه، فتبدا اللي هي تخليه يقلد زيها من سن صغير. الاطفال بيحبوا تبقى ايديهم حره، فيرسموا ويلونوا على طول ويشخبطوا، ده اهم حاجه. حته مثلا الالوان، يجيبوا لهم الوان ميه، يقعدوا برضو يخلي القلم حر. يبداوا مثلا يودوهم بقى عند سنتر مركز اللي هو بتاع ثقافه رسم او كده من سن 5 سنين، يكون مثلا يعني يعرفوا يمسكوا القلم فيها. واهم حاجه المدرس اللي هم هيروحوا يودوا فيه الطفل عندهم، اهم حاجه يكون عنده صبر وراحه بال، لان وطوله بال قصدي، لان بيجي لي اطفال اصلا صغيره عندها حابه الرسم لكن هي خايفه ترسم او عندها مشكله في الرسم. فبحس ان هو ده من تاثير مدرس قبل كده، ومن عادتي مع الاطفال بقى بعد بيحكوا لي يعني. فاهم حاجه يعني من اول سن 5 سنين. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا مع مس ندى وموهوبين عالم سمسم الكل بيرسم. تعالوا نطلع فاصل قصير جدا ونرجع نستقبل في ضيوفنا ونرجع مع